أنا سعيد بهذا التكريم، والتكريم ده يعني الكثير، وهو يعني تقدير لمسيرة طويلة وتقدير لإنجازات الحمد لله عملناها. فطبعا التقدير ده والتكريم ده بيرفع من الروح المعنوية ويدينا دفعات إن احنا نشتغل وندي أكتر وأكتر. كنا بنحكم 12-15 فيلم روائي طويل. احنا كلجنة مكونة من 8 تقريبا بنشوف الافلام، شفناها كلها كاملة، وفي اهتمام قوي، حتى اللي شاف الفيلم قبل كده لازم يشوفه تاني علشان بنعمل مقارنة بينه وبين الافلام اللي داخلة المسابقة. فالجوائز بتمنح يعني افضل عمل موجود، جايزة واحدة لكل عمل. هما لو 10 افلام او 12 فيلم ففيهم 12 ممثل تاني و12 ممثله اولى وثانيه و12 تصوير واخراج ومونتاج، ففي الاخر لازم تمنح جائزه واحده. انا مبسوط من الجوائز طبعا، لان السينما اللغه بتاعتها اتغيرت والشكل اتغير، كانتاج كتمثيل كاخراج كديكور ككل حاجه. يعني انا عملت فيلم بسيط عن قصه ولد كان المفروض ان هو اهله تركوه من وهو صغير. الولد ده قعد في الشارع فتره كبيره، هو كان عنده حلم وكان عنده هدف ان هو يطلع رسام مشهور ويتحكي عنه. عجبتني قصته جدا. الفيلم من انتاج المخرج مهند دياب، وهي فكره المخرج مهند دياب. لما عرض عليا الفكره انا طبعا رحبت جدا ان انا اعمل فكره زي دي، حسيت ان هي فعلا هتبقى حاجه كويسه ومؤثره لما حد يتفرج على الفيلم.